شكرا للزميل سالم خليفة. أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء، هذه هي الانطلاقة لشوطنا الثاني عشر الذي انطلقت فعاليات قبل قليل ليتنافس الجميع في هذا التحدي في هذا الشوط، الشوط الثاني عشر. إذا الشوط الثاني عشر مشاهدينا الأعزاء، وهذا الشوط خاص بالأبكار الإذاع المهجنات الأصايل في هذه الانطلاقة كما نرى ونتابع كل هذه الأعداد المشاركة في هذا الشوط، تعلن تحديها وتعلن تنافسها في هذا اليوم، ومن سعيد الحظ ليطلق لنفسه ويواجد لنفسه حقيقة في مساء هذا اليوم ناموس وتحدي في هذا الشوط. نحن نسير مشاهدينا الأعزاء على هذا الشوط وعلى البركة ينطلق الشوط، والمقدمة والمركز الأول نتابع في هذه اللحظات طماعة تعود ملكية لعلي بن فراج المري اللي خذت المركز الأول في هذه الأثناء، بينما المركز الثاني هنا إشعار يعني يتميز للأخوة الأشقاء في ثاني المراكز مشاهدينا الأعزاء. المركز الثاني وعد مشاهدينا الاعزاء وتعود ملكيته لعنزان بن محمد النعيمي. المركز الثالث الطايله سعيد بن حمد بن مبارك المهيري في المركز الثالث في هذه اللحظات، ثم المركز الرابع من نصيب رسميه وسعيد بن محمد بن زايد الخيارين ياتي على رابع المراكز. المركز الخامس هنا علم لمحمد بن غانم بن حموده الظاهري في خامس المراكز، اما المركز السادس الذيبه ومحمد بن سيف بن ماجد بن مايد المزروعي اللي الذيبه اخذت المركز السادس في هذه اللحظه. ننتقل الى المركز السابع واشعار بن هيان متواجد في سابع المراكز، هنا بديعه لبديعه حنوف لحمد بن رامس بن عامر بن قانوش العامري ياتي على المركز السابع في هذه اللحظه، بينما المركز الثامن تجارب سالم بن سعيد بن بنان السويدي في ثامن المراكز. المركز التاسع من نصيب عيسى بن حمدان البلوي على ظهري ربشة، والمركز العاشر نقلتنا مشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظات إلى عاشر المراكز لنتابع ونختم به النداء الأول لهذه الانطلاقة، وهذه مزاحة جار الله بن جهويل المري ياخذ المركز العاشر. إذا نتابع، إذا حبلنا الكريم مشاهدينا الأعزاء نتابع هذا الشوط وهذا التحدي، نعود إلى طماعة مرة أخرى، طماعة لعلي بن فراج المري هي من تقدم نفسها في هذا الشوط لتنافس منذ البداية وتأخذ زمام الشوط، ليرحب بها كل المشاركين والمتابعين وهي في صدارة الشوط. المركز الثاني وعد، والوعد كالرعد يا عنزان يا بن محمد يا النعيمي، هي في صدارة الشوط في هذه اللحظة وبمعية الثنتير، بمعيته أيضا من الجانب الآخر هناك شعار أحمد بن غانم بن حمود الظاهري اللي تواجد على المركز الثالث في هذه اللحظات، علم محمد بن غانم بن حمود الظاهري، والمركز الرابع شعار الخيارين من نصيب رسمية وسعيد بن محمد بن زايد الخيارين في المركز الرابع. المركز الخامس لسيف لمحمد بن سيف بن مايد المزروعي الذيبة، بينما المركز السادس هنا كلاسة وتعود ملكية سعيد بن حلفان المري ياتي على سادس المراكز في أول ندى للكلاسة، بينما المركز السابع هنا الطايلة وسعيد بن حمد بن مبارك المهيري في المركز السابع. المركز الثامن عيسى بن حمدان البلوي ياتينا مع ربشة في المركز الثامن، والمركز التاسع هناك بن قانوش حمد بن رامس بن عامر بن قانوش العامري ياتي مع نوف في المركز التاسع، بينما المركز العاشر هنا تواجد لا زال مزاحه وجار الله بن جهويل المري هو من ياتي على المركز العاشر. هناك اسماء مشاهدين الاعزاء لم يحن وقت دخولها نشاهدها على شاشه التلفزيون، هي تتخطى كل العقبات تتخطى كل هذه الامتار لتجد لنفسها طريق الى المقدمه، ولكن عند العوده نتابع مشاهدينا من تتقدم، علم هذا الشوط وعلم من تسيطر
علم في صدارة الشوط مشاهدينا الكرام، علم في صدارة هذا الانطلاق، ومحمد من غانم بن حمود الظاهري اللي خدت المركز الأول، بينما المركز الثاني كلاسة وتأتينا كلاسة سعيد بن علي بن حلفان المري في علي بن سعيد بن حلفان المري في المركز الثاني، خذت الآن مشاهدينا الأعزاء وتنافس بقوة على نيل ناموس وسيارة هذا الشوط، بينما اللي هي ذيبة وكوني ذيبة يا ذيبة محمد بن سيد بن مايد المزروعي ياخذ المركز الثالث. ننتقل إلى علي بن فراج المري وطماعة فالمركز الرابع في هذه اللحظات، المركز الخامس شوف الخيارين يتواجد مشاهدينا الاعزاء ومع رسميه ومشاركه رسميه بهذا الشعار الرسمي سعيد بن محمد بن زايد الخيارين. اما المركز الخامس هناك عامر، هناك بن قانوش مع نوف حمد بن الرامس بن عامر بن قانوش العامري يبدا فعليا بالتنافس في هذه اللحظات، والمركز السادس بينما المركز السابع ربشة لعيسى بن حمدان البلوي بمركز الثامن، المركز التاسع في أول ندى روك تو تدخل يا سلام في هذه اللحظات منصورة سرور من أحمد الظاهر الدخل للمركز السابع، المركز الثامن راشد بن ناصر بن حباب الهاجرية على المركز الثامن، المركز التاسع من قبل طرب وعبد الهادي بن حسين البريدي بالمركز التاسع، بينما المركز العاشر هنا مزاحة جار الله بن جاويل المري في عاشر المراكز مشاهدينا. هذا النداء الثاني و1800 متر، ولكن بن حمود هو من يسيطر على المقدمة وعلى صدارة هذا الشوط، وعلم هذا الشوط على علم بالمشاركة والتحدي، وهي من تقود المشاركين حتى هذه اللحظات، سيطرة واضحة وفعالة إذن منذ هذه اللحظة، ونحن نتابع مجريات وناموس هذا الشوط وماذا يدور من أحداث وناموس وتحدي وتغييرات بين المراكز، ولكن علم مسيطرة ومحمد بن غانم بن حمود الظاهري في صدارة الشوط. المركز الثاني قادم مع رسمي سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، وهذه خذت المركز الثاني في هذه اللحظات، ولكن البريدي متواجد مع طرب عبد الهادي بن حسين البريدي مشاهدينا الاعزاء، خذت المركز الثالث، عوده لبن حلفان المري في المركز الرابع في هذه اللحظات، وكلاسه وعلي بن سعيد بن حلفان المري، والمعركه اذا بدات مشاهدينا الاعزاء مع ال 1200 ما تبقى يا سلام، حركوا يا مضمرين، حركوا يا ملوك، يلا يلا اللي بالمقدمة عليه بأنه يحرك في هذا الموقع لينتنافس على صدارة الشوط. وعودة إلى علم، عودة إلى علم في صدارة الشوط، محمد بن غانم بن حمودة الظاهري في صدارة هذا الشوط والمركز الأول، ولكن مشاركة رسمية ومضايقة مستمرة من بداية هذا الشوط لتنافس على الصدارة. وهنا رسمية سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، وشعارات معروفة لدى كل الجماهير وعشاق هذه الرياضة وعشاق هذا العالم الساحر. يا سلام هناك تجاوز في هذه اللحظات، تجاوز يا سلام، جاوز، ولكن العودة إلى رسمية، العودة إلى المقدمة، يا سلام هناك عادت مرة أخرى علم هذا الشوط عادت، ومحمد بن غانم بن حمود الظاهري بدون أي منافس حتى هذه اللحظات وبدون أي تعليمات، ولكن نوف 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 يا نوف حمد بن الرامس بن عامر بن قانون العامري، يا سلام يلا يا نوف، يلا يا مالك نوف، المقدمة علم ونوف قادمة، نوف وعلم وكلها علامات تدل على العلو، علامات تدل على المقدمة وعلو كل شيء، ولكن يا سلام يا نوف، نوف يا نوف 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 مشاهدينا الأعزاء، نوف وعلم، علم ونوف، انتزعت المقدمة، سلام عليكم يا أهل الهير، سلام عليكم يا أهل الهير، وأسعد الله مساكم وأهل العظامية، ولكن عودة يا سلام، عودة مجددة بالتنافس، الله الله الله، علم ونوف، نوف وعلم، نوف علم، علم نوف، نوف 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 علم مشاهدي الاعزاء، ولكن نوف 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 ثاني لمشاهدي الاعزاء لحمد بن رامز بن قانوش العامري على فوز نوف في المركز الاول، وسلام لهالي العظاميه، بينما علم في المركز الثاني، وهنا محمد بن غانم بن حمود الظاهري رسميه لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين في المركز الثالث، المركز الرابع محمد بن سيف بن مايد المزروعي المركز الرابع او الخامس، الخامس لعلي بن فراج المري، او عموما على كل حال مشاهدي الاعزاء نترك البقيه لاعضاء لجنه خط النهايه، كنا حقيقه مع نوف وكنا مع علم حتى اللحظات الاخيره بهذا التنافس، هذا الاداء، هذه لحظات التحدي، لحظات الناموس، نعود الى المقدمه نشاهد ونتابع
التوقيت الزمني ولحظات وصول نوف الى خط النهائي معلنه بان التوقيت الزمني في 9 دقائق 24 ثانيه 5 أجزاء من الثانيه ثانينا والناموس لحمد بن الرامس بن عامر بن قانوش على فوز نوف بالمركز الاول. علم بالمركز الثاني وتعود ملكيه محمد بن غانم بن حمود الظاهري قطعت مسافه 9 دقائق 24 ثانيه 9 أجزاء من الثانيه ثانينا والناموس. اما صاحبه المركز الثالث مشاهدي الاعزاء تصل في هذه اللحظات لنتابع هذه اللي وصلت رسميه سعيد بن محمد بن زايد الخيارين في توقيت زمني في 9 دقائق 28 ثانيه 9 أجزاء من الثانيه ثانينا والناموس. مشاهدينا الاعزاء على هذا الفوز وعلى هذا التحدي نعود في هذه اللحظات وهذه الاثناء للزميل فايز بن غفان اليابري لتابع معاكم احداث الشوط القادم.